اولا غنهضروا بالنسبه للتامين. للعلم على ان التامين في المغرب يعني ولو الدرجه الناريه ديال السباقات كاين جوج انواع، كاينه اللي ما فيها اللي فيها البلاكه وكاينه اللي فيها الضوء. اللي فيها الضوء القدام كتكون اوتوماتيكمون عندها البلاكه اللور، يعني مهيئه للسير على الطرق العاديه وعندها التامين تاعها. ولكن اون فوا ديك لا موتور كتحط البنو تاعها في التراب راه ما كيبقاش تامين، يعني هنا خصك تقلب على التامين. ملي كيكونوا لي كورس الا كانوا على الصعيد الوطني راه الجامعه الملكيه للدراجات الناريه كتعطينا التامين ديال ديك التظاهره. ولكن الا كانت غير محليا ديك الساعات خاصنا حنا نخلصوا التامين ونقلبوا على التامين اللي يمكن اللي يعطينا التامين. هذا بالنسبه للتظاهره اللي كتكون في حلبه مشدوده. الا كانت التظاهره في حلبه مفتوحه بحال الجبال غينطلق من واحد النقطه يوصل لواحد النقطه، هذا كاين واحد المشكل كبير لان ما كاينش التامين تاعو في المغرب. دابا كنحاولوا نقلبوا واحد الكولابوراسيون مع دي كلوب برا اللي عندهم التامين تاعهم برا، اللي كينقدوا يعني قبل ما تكون الكورس كيدار التامين لكل متسابق. للعلم على ان ملي كتكون الكورس كيكون واحد الثمن رمزي في لاكورس. بالنسبه للتامين راه كنامنوا حتى الدراجه، لان هو دابا هاد المتسابق كيلعب في الحلبه، ولكن هاد الدراجه الا خرجت برا الا طاح بها وخرجت على الحلبه ومشات ضربت شي جمهور راه مؤمن الجمهور، لان التامين مؤمن. وحنا كنلعبوا بزاف على هذه النقطه. الا كما لاحظتوا في اخر التظاهر اللي دارت في اكادير بالليل راه الجمهور خلينا حنا الفوق ما خليناش يهبط عندنا الحلبه ابدا، لتفادي يعني لا قدر الله حتى باش نوصل لذاك الحادث باش التامين يعني يتكفل به. حنا ما بغيناه كاع يوصل كاع التامين باش ما يطراش لي هاد الحادث. حاجه اخرى اللي كنطرقوا لها اللي هي مهمه، كاين الانسان كيشوف الحلبه وكيقول لك حلبه كيدوز فيها اي واحد عادي. لا، كنحاولوا بحال دابا الا غادي في المتسابق في واحد لالين الا غيضرب الفيراج ما خصوش يتلاقى مع ذاك الفيراج اللي جاي لاخر واحد المتسابق اخر، يعني بالجهه المعاكسه، باش واخا يطيح ما يوصلش متسابق ما يضربش متسابق يدخل الجهه تاعو. يعني راه كاين واحد المعايير مهمه كيفاش كدار الحلبه ولا كيفاش كيدار السباق في المسارات ديالو. الوغ على لاسيرونس، حنا فاش دير الكورس اميكال ما تتكونش عندك لاسيرونس ديال الجامعه، ياك حيت خص تكون عندك لاسيرونس ديال الجامعه خص تكون مخارط معها عاد باش يعطوك لاسيرونس. الوغ حنا هذا العام هذا بدينا اول تظاهره جبنا لاسيرونس ديال اس اس في الجامعه الملكيه المغربيه للسباق قدر السيارات، هما اللي جابوا لاسيرونس ديال اس اس في وديال المطر وديال لي موطو وديال لي كواد. حنا اللي جبنا لاسيرونس ديال لي بيلوت وجبنا لاسيرونس ار سي ديال ولا خرج شي موطور ضرب شي واحد في الجمهور ولا هذا، حنا لاسيرونس حنا اللي جبناها من عندنا. الوغ لاسيرونس لي ديزيغ مازال ما كايناش. الوغ لاسيرونس لي ديزيغ دابا كاين ديال لي بيلوت ديالو بوحدو، الموطور ديالو بوحدو عنده الار سي اللي دار يقدر يسوري الموطور ديالو ويكون. ولكن باش دير شي تظاهره ديال ديزير دي باغ اكزومبل، دير تظاهره فيها تتسمى اونديرو ولا لو غيد، دير يومين ولا ثلاث ايام، حنا ما يمكنش نديروها لان ما كايناش ما تدارش هاد لاسيرونس هادي. هذا هو الاشكال اللي كاين. وحنا عندنا المغاربه هنا كلشي بغاو اللي يدار اونديرو بحال يدار ان غيد ديال يومين ديال ثلاث ايام، ولكن ما يمكنش تنظمو حيت ما كايناش لاسيرونس. الوغ شكون اللي عنده لاسيرونس؟ الناس اللي تيجيو لي رالي، علاش تيجيبوا لاسيرونس ديالهم من برا؟ هما اللي تيجيبوا لي زاسيرونس ديالهم، هما اللي عندهم الحق يديروا لو غيد. حنا في المغرب مازال ما كايناش لاسيرونس ديال لو غيد. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.